اتضايقت من اللي سمعته يعني، بس انا كنت في موقف صعب. وايه اخبار الموقف اللي انا فيه دلوقتي؟ ما هو مراد انت لازم تكون مقدر. مقدر؟ مقدر ايه؟ هو انا لما جيت لك عند البيت كان هو جوه صح؟ وانا كنت عمال اسالك هو فين؟ تقولي لي في البيت وما تحدديش البيت، عشان انا افتكر ان هو في بيته. فتطلعي انت بقى ايه؟ مخلصه وامينه وما بتكدبيش. ما هي مراد انا ما كنتش عارفه اتصرف. بص يا غاليه، انت كنت قلتي لي قبل كده ان انا بقى مخلص وامين عليكي، بس للاسف انت ما عملتيش كده. اللي حصل ده اسمه خيانه. لما طليقك يبقى معاكي في نفس البيت من ورايا اسمها خيانه يا غاليه. خيانه ايه وايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا اتحطيت في ظروف. مهما كانت الظروف فغلطتك كبيرة أوي يا غالية. مراد والله هو كان نايم في أوضة وأنا كنت نايمة في أوضة. وليه ما نمتيش جنبه في نفس الأوضة؟ عشان نفسيته. بص يا غالية، أنا مش عايز أبقى البني آدم اللي ما عندوش قلب، اللي بيستخف بمرض حد تاني، بس مش أنا الراجل اللي أقبل بالأوضاع دي. ولو كنت جيتي حكيتيلي الموقف كان زماننا بنفكر سوا دلوقتي هنعمل ايه. بس للاسف بعد اللي حصل ده انا محتاج اخد خطوه لورا واعيد تفكيري في حاجات كتير. تاني يا مراد هتسيبني؟ انا ما قلتش ان انا هسيبك، ولا قلت ان انا هكمل. انا قلت ان انا محتاج اعيد تفكير في حاجات كتير، وكمان اعرف إذا كنت أعرفك كويس ولا لسه محتاج أعرفك أكتر يا غالية. بس أنا مش قابلة الكلام اللي أنت بتقوله ده. معلش، أنا كمان مش قابل حاجات كتير أوي. تصبح على خير. حلقات جديدة يومياً على فيو.